تتواصل أعمال معرض الكتاب المقام في مدينة الناصرة بمبادرة مقهى المها الثقافي، ويشمل المعرض زوايا متنوعة كمياً وكيفياً، منها قراءات شعرية وقصص للأطفال أيضاً. كتير حلو انه تشوف الطفل جاي هيك يدور على كتاب، واحنا بدنا ننمي معه لاولادنا اكثر كمان من الكبار لانه هن الاجيال الغد طبعا. فمن هون اجت الفكره، رغم انه احنا باوضاع كتير 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 صعبه، هاي اللي بتنمي فيهن الابداع والموهبه وحب القراءه والاستكشاف. طبعا يعني غني عن الحكي وغني عن التعريف انه كتير الاولاد بتفتحوا، الولد اللي بيقرا مش زي الولد اللي بيقراش، واليوم احنا اولادنا منفتحين على الانترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي للاسف، بنسميها وسائل الانفصال الاجتماعي. فكتير حلو انه نرجعهم لعالم الكتب، واللي بفرحك عن جد وببسطنا كتير كتير انه كتير الاولاد بحبوا الكتب كتير. انا عم بشوف اشياء من صفر، يعني اللي بعده بحضن امه 3 أشهر 4 أشهر، والاولاد زي ما انت شايفه كل الاعمار بيجوا وهن بيختاروا الكتب كمان مش اهاليهم. صراحة دارج أكتر إنه طبعا لما في يكون يعني زي مفهوم ضمن إنه في معرض كتاب، يعني هو معرض كتاب للناس اللي إنه قارئة أو مثلا لزاوية هيك زوايا معينة. أما لما نحكي معرض كتب مش مفهوم ضمن إنه يكون فيه كمان كتب للأطفال، كتب مع رسومات، كتب خاص مخصصة للأطفال، عادة بنلاقيها أكتر هيك بالمحلات صغيرة. جدا رائع، عم بتكون كميات ناس اللي هي مش بس من الناصرة، من أماكن قريبة وعن جد كمان كتير أبعد، كتير عم بيسألوا عن كتب معينة، كتير عم بيكتشفوا كتب جديدة، كتير عم بنتبه إنه الأطفال اللي بيشدوا الأهل تعالوا لهون، تعالوا أعطوني هذا الكتاب أو هذا صورته كتير حلوة، هذا سبايدر مان، هذا ديزني وهيك. كتير بشوف إنه في علاقة بين اختيار الكتاب لرأي الطفل أكتر من رأي الأهل. وبهذا التقرير نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج مراسلون، نستودعكم بأمان الله. لا تنسوا متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، تويتر وإنستغرام. إلى اللقاء.